Male. ليك أنا برأيي صار لازم أنت تفكر بشريك تاني. ليه بدي أفكر بشريك تاني؟ خلص أنا بدي استقيل من هذا البرنامج. ليه حبيبي، ما هذا البرنامج أنا وياك بنعمله صارنا زمان، يعني ليه بدك تستقيل؟ لا لا لا، أنا خلص بدي استقيل من هذا البرنامج لأنه في عندي برنامج انتخابي وبدي أنا التزم بالمهل. لحظة لحظة، أنت يعني هلا بدك تستقيل من هذا البرنامج لتترشح على الانتخابات؟ إيه بدي ترشح على الانتخابات وبدي أعمل غير برنامج. والله حلو كتير، وشو البرنامج اللي بدك تعمله؟ لا انه انا متكل كتير على اشياء هيك، على شكلي مثلا، انا شكلي كتير بيجذب. لا خي شو بنام يجذب؟ شو بده يجذب بشكلك؟ مش شايف حالك كيف انك مرفيع متقوس التقوسه؟ ايه بس انا مرسوم رسم يعني كتير مهندم. مرسوم رسم بس ما انت ما عندك حجم. اذا هذا ما بيلغي، بس بعدين عندي شعبيه، يعني انا حكون ممثل لكتير ناس مش موجودين. اي ناس مش موجودين؟ انت على شو بدك تترشح اساسا؟ انا بدي يكون الشخصيه الكرتونيه بالمجلس. يا حبيبي مالك عازي؟ ليه؟ ما شايف قد ايه في شخصيات كرتونيه بالمجلس؟